شيماء، انت وطلال طلعتوا عن حياتي من زمان، ما صدقت على الله نسيتكم. الكلمه هذه عورتني زياده. بيني وبينك ان شاء الله في احد راح يتقدم لها، فاكيد ان شاء الله ما تصير تتزوج وتروح بحال سبيلها. ما شوفيني عدل، من يطردني انا؟ من يقدر علي؟ والله قدرت عليك من تبليس وخذتك من مرتك، مو بعيده بعد تطردك من البيت. شوف يا بيبي، اذا بتقزرينها علي لما تتزوجين ترى انا ما يلعب علي، انا بدر. اذا بنتكلم عن اللعب فاشو انك تدري من اللي لعب علي وعلى مرتك. يمه شكو بيبي بمشاكل منى وريلها. انا حاسه هي سبب المشاكل بين منى وريلها. انا لما يصير عندي تصحيح امتحانات اتوتر وما اقدر. زين. وما عندي اجازه حاليا. الا اذا بتمين شغلتك عندي. ما في مشاكل من مالت حاتي. وناخذ من المكتب، مكتب كم يبي له؟ ياخذون 160 170 بالشهر اذا مؤقت. وإذا بطلب واحدة جديدة؟ لا، طول شهرين. يا هلا يا هلا وغلا عمتي، تو ما نور المكان. هلا يا بدر. الله يحفظك. وينك عمتي؟ وين أنت؟ شلون ما تقولين أن عمتي جاية؟ أنا قلت لها، قلت لها لا تقعدك من النوم، سألتها تقول لي نايم، قلت لها نوم العافية إن شاء الله. وكاني شفتك كحلت عويناتي بشوفتك يا بدر يا يمه. والله لو أدري كان مكنسل كل مواعيدي اللي بالشغل، بس زباين ناطريني بالشركة، ما أقدر أحك رأسي. حبيبي حبيبي الله يعطيك العافية وعساك على القوة. وروحي يا يمه، أنا قاعدة لا تحاتي، قاعدة يمنه وراح أخذ منها الأخبار والعلوم الطيبة والزينة إن شاء الله. لا تحاتي، الله يسر أمورك. الأخبار والعلوم بتسرج إن شاء الله عمتي. أنا بحاول أخلص شغلي مبكر وبيب عشاء عشان تعشيني. أمانة عمتي مو تمشين قبل لاقي. لا تحاتي لا تحاتي يا يمه، قاعدة وين بروح؟ قاعدة عندكم. يا بعد عمري عمتي الله يحفظك. ها حبيبتي تبين شيء؟ لا سلامتك. ندويا وينها؟ الحين نايمة. لا قعديها لا تسهر علينا بالليل. أنا قلت لها خليها تنام البنية، باكر عطل عندها، خليها تنام تريح شوية. ليش تقعدونها؟ خلوها ترتاح، خلوها ترتاح. اللي تشوفينه عمتي. يلا فما الله. مو تمشين عمتي؟ لا إن شاء الله إن شاء الله. لا تحاتي. أي يما. أي يما. أقول إيش تعطيني شغلتك؟ إن شاء الله إن شاء الله. لا تحاتي. خليني الدوية عندك إذا أنا بالدوام مرة أخذها. عيوني هو أنا بذيك الساعة؟ عيوني من المدرسة. إن شاء الله إن شاء الله. لا لا إن شاء الله. لا تحاتي. وي بنيتي. حبيبتي. حاضر عيوني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما أدري شو اللي تبونه مني أكثر أسوي. الواحد يبي يعطيكم بس أنتوا تصدونه تردونه. ما أدري، أبي أعرف الأبو اللي مثلي اللي يعطي ويضحي ويسوي ما له قدر عندكم؟ محشوم يبا، قدرك على راسي من فوق. الحين أنا عشان رفضت هالريال صرت جاحدة؟ مو جاحدة، بس أنتم ما تحسون، ما تحسون. حطيتي ريل بالأرض وريل بالسماء، قلتي ما تبي الريلج لأنه تزوج عليك، كنا ما يخالف. بس الريال يه حاول إنه يردج، حاول وتأسف بس ماكو فايدة، كنا ما يخالف. كرامة بنيتي فوق كل شيء. قلتي بروح بشقة بروحي، ما بيقعد هنا، كنا ما يخالف ما دام أخوها معه ما يخالف. بس تقعدين كذي بهالطريقة هذه، يعني بتظلين العمر كله ترفضين الزواج؟ احنا ايش قصرنا معاك؟ شو الغلط اللي سويناه انا وامك علشان تجازينا كذي؟ ما منكم مكسور يبا، بس مو على بون انا مطلقه ومكسوره الجناح اوافق على اي احد يتقدم لي. انا عقب زواجي الاول تعقدت، لازم افكر بالموضوع الف مره. يصير كذي يا بنيتي؟ أي واحد يتقدم لك ترفضينه؟ يبا تكفى، ما أبي أفكر بالموضوع الحين، في وايد أمور بحياتي أهم من هالموضوع. وإذا يالي نصيبي ذيك الساعة الله يسهل، أهم شيء أنت لا تحاتيني واللي الله كاتبه بيصير. يا بنيتي أنا أبي لكم الزينة، أنا أدفع عمري كله بس ما أشوفكم أنت وإخوانك متكدرين.
وانت شو جاوبتي؟ ما قلت له شيء، سكت. ليش ما جاوبتي لأبوكي؟ ما عندي شيء أقوله. ما عندك جواب ولا مالك عارفانة شو بدك تقولي لأبوكي؟ أو مو قدرانة تحكي له إني أنا بحب واحد وواحد بيحبني، بس ما بنعرف إذا كنا نصيب بعض ولا لا، صح ولا لا؟ مو هي هي الحقيقة والواقع اللي أنت عم تهربي منه؟ مو هذا الجواب اللي بيبي مو قدرانة تقوله؟ بيبي طلعي فيني بليز. شوفي، خلينا ننسى الجلسة وخلينا نحكي مع بعض كأنه أصحاب، قعدة نسوان ناضجين فهمانين فضفض لبعض. أنا هلأ بدي أسألك وبتمنى إنك أنت تجاوبيني بكل صراحة، لأنه أجوبتك رح تحل المشكلة. أنت تتوقعي بدر يطلق منى ويتجوزك؟ لا. حلو. تتوقعي إنه بدر يخلي منى بس كمان يتجوزك؟ يمكن. وأنت بتوافقي؟ ما أدري. بيبي بدك تدري، لازم تعرفي، لازم تساعديني مشان نحنا نحل هاي المشكلة. رح أرجع أسألك مرة تانية، بدر ممكن يطلق منى ويتجوزك ولا لا؟ طلعي فيني، تتوقعي إنه بدر لو ما طلق منى رح يتجوزك ولا لا؟ ما عندي شيء أقوله. بيبي كيف ما عندك شيء تقولي؟ أنت لازم تقولي ولازم تعرفي شو بدك. أنا هلأ شايفة قدامي مثلث، هالمثلث متكون من ثلاث أشخاص، أولهم بدر، منى وبيبي. لحتى نقدر نحل هذا المثلث لازم يا أما بدر يطلق منى ويتجوزك، يا أما بدر ما يطلق منى ويتجوزك، يا أما بدك تشيلي بدر من بالك. شو ناوي عليه الحين؟ والله ما أدري، مخي واقف ماني قادر أفكر. إذا أنت شايل هم أمي لا تحاتي، أمي دايماً تقط حجمي ورا قلبها، يعني مو شيء جديد. لا والله مو شايل هم أمي، شايل هم الزواج هذا اللي طلع من خشمي، طلع أغلى من بيع السوق. زين وين رايح؟ يعني تعرف هذا مو طريق بيت بيبي، بكلمك شوي. خير؟ انت ايش قايلت لها؟ من هي؟ مرتي. ايش قايلت لها؟ ايش قايله؟ والله ما ادري عنك، المره طلعت من البيت راحت بيت اهلها. انا ما قلت لها شيء، هي اللي جايتني البيت تبكبك. طلال، انا ما صدقت على الله تطلعون من حياتي، تكفى، ما له داعي دراما واوفر. بيبي بيبي، لك قاعد تسوي نفسك مجنونه، مرتي ما راح تطلع بدون سبب. ايش قايلت لها؟ ايش غطيتها فيه؟ على فكره حتى لو غطيتها ترى ما انلام، جايتني للبيت شنو تبني اقول لها؟ واي حبيبتي مشكوره ما قصرتي. طلال تكفى، حدي مصدع ومالي خلق. يلا عاد تعال، انا قاعد اكلمك، شو تعطيني ضهرك وتمشين؟ ما خلص كلامي انا. انت شلون تمسك لي شيء يدي؟ اكسر راسك بعد. سمعيني والله وبالله، اذا مرتي ما رجعت البيت والله تشوفين اللي ما يسرك. سمعيني ولا لا؟ عبالك ما ادري ميت على خراب بيتي؟ ما ادري شغلك الشاغل انا وبيتي يخترب؟ احدي طلال اسكت. نزل ايدك، نزل ايدك عنها. انت يميت استخفيت؟ عمي عمي شب ولا كلمه، ايش على بالك؟ للحين ابني على ذمتك هي؟ يلا يلا اذن حرك. عمي يلا تحرك، تحرك للحين ابلغ عنك الشرطه. يلا اطلع اذن. امشي طلال امشي.
هيا الحيس يا الربات اقلب. الحيس لقيت شيء؟ ايش ما فيني شيء. اكيد؟ اكيد. يلا حبيبي يلا عمري. المره مو على ذمتك عشان انت تسوي كذي. يا يما مالكم نية؟ مو مخططين مو مفكرين يا يما؟ يا حبيبتي يا يما كل شيء بيد رب العالمين. ما رحتي راجعتي؟ شو راجع؟ دكتورك نسيتي عمليتك القيصرية؟ مضاعفات مني منك حبيبتي يما. لو تجمعوا دكاترة الدنيا كلها، إذا ما الله كاتب لي حمل ما راح أحمل. بسم الله عليها، بنتك كبرت واللي نفس عمرك يا أبو الأول والثاني والثالث والرابع يا يما. غيري كيفهم، كل واحد وظروفه. ظروفه؟ وشنو ظروفك؟ اكو شيء صاير بينك وبين ريلك؟ يما دشي بالموضوع على طول، خليك واضحه. اذا انت حسبالك انا وبدر متناجرين، ما بيننا مشاكل وشنا البخت. اي ليش ما تبتيبون عيال؟ اقلب تليفوناتك معاه كلها نجره بنجره. السالفه هذه فيها وحده، وهالوحده هذه مو غريبه. انا اعرفها عدل وانت تعرفينها عدل. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. حسبي الله عليك، حسبي الله علي على ايد الكسر. وين قاعدين؟ ايش حق يسوي كذي؟ يما ابوي زف زف، ما اعتقد انه راح يوطي وتصاب البيت مره ثانيه. انت بالله ليش ما وديت المغفر تشتكي عليه؟ عشان حتى بنته ما يشوفها. هو ايش في عليك؟ ها؟ يا يتهدد، ليش؟ ايش يبي؟ ما ادري يبا ما ادري. عيل ايش فيه؟ انت حارمته من لولو؟ لا. عيل! هو الظاهر متهاوش هي مرته وهدت للبيت وراحت بتهلها. ما شاء الله، شي ما هد الطلال. هذه حبيبتك انت وبنتك. يما ما علينا منهم، كيفهم؟ استغفر الله العلي العظيم. الحين المسعده تهد البيت، شاكو جاي متهجم عليك انتي؟ ما ادري عنه ما ادري عنه، خلاص غير الموضوع. انا شنو حياتي ما فيها الا طلال وطلايب طلال. وهو العايل احنا ما علنا عليه. يما يبا خلاص تكفون، سك الموضوع. وبعدين أبوي مو زفة، خلاص يعني الموضوع تسكر خلاص عاد. المهم أنت الحين زينة؟ الحمد لله يبا زينة. بعد عمري أنت حبيبتي. ليش رجعت؟ رجعت عشانك. عشاني؟ هذه كلش مو ردة الفعل اللي كنت ناطرها منك ابدا. ليش شنو كنت ناطر مني؟ كنت ناطر مني وينك حبيبي ولهت عليك؟ فقدتك؟ انا ادري انك زعلانة علي. وادري شايلة بقلبك. واللي سويته انا وايد كبير بحقك. بس كان غصبا علي. لا يتراوالك. اصلا كلش مو مؤثر فيني. كانت صفحة بحياتي طويتها. ما أتوقع إنك نسيتيني. أنا أدري إنك من الداخل تحبيني للحين. بس اللي صار خلاش تفكرين كذي. كأنك واثق. بدر 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 حبيبي أهدى، ما له داعي اللي قاعد تسويه. أهدى؟ تبين الحين أروح أكسره بالبيت؟ شلون يمد إيده عليك؟ داعي ما صار شيء، ما فيني شيء. شلون يمد إيده عليك؟ شلون؟ خلاص أبوي طلع له وهزئه. بس خلاص ما ندري اللي قاعد تسوي. ايش يبي؟ ما يبي شيء، خلاص ما ندري على الفضايح. خايفة عليه؟ لا والله مو خايفة عليه. خايفة على نفسي. خايفة عليك لا تروح تطلع حرتك فيه وتنفضح علاقتنا. علاقتنا اللي ماني عارفة هي شنو بالأساس. أنا حبيبتك ولا صديقتك ولا وحدة قاعد تضيع وقتك معاها؟ أبي أفهم بس قول لي. ايش تخربطين انتي؟ انا اللي قاعد اخربط. انا اللي قاعد اخربط ولا انت قاعد تهرب من السؤال اللي يعور؟ تهرب من شنو؟ عندك شيء قولي. ترى اللي فيني مكفيني بروحي شاب نار انا. الزواج. الزواج اللي وعدتني فيه. وعقب ما درت مرتك قمت تهرب مني. من عقب ما كنت تتهرب منها.
الحين اعصابك ونرفزتك هذه انا ما اعرف على شنو. مره تغار مره تطنقر وغيران ليش طريقي جايني؟ شو اللي تبي توصل له بالضبط؟ بالذمة هذه طريقه انت فاهم فيها. هذه طريقه نتكلم فيها بهالموضوع بهالمود بهالاعصاب اللي احنا فيها. اي اعصاب؟ انت ايش قاعد تقول؟ انا اللي اعصابي شابه نار. انا اللي تعبت بدر. انا اللي ما قاعد انام الليل. الريال اللي حبيته كنت ابي زوج متزوج من عقب ما كان يتهرب من زوجته معاي قام يتهرب مني الحين. يتهرب من شنو؟ انت ايش تبين تبين زواج يعني ما اقدر الحين. ليش؟ ما اقدر. اي ليش قول؟ بس ما اقدر. بس ما اقدر ولا خايف منها؟ انا حامل. بدر وينك؟ كل هذا تخلص شغلك؟ قاعد ننطرك احنا قلت بتجيب عشاء وتتعشى معنا طولت؟ اي حبيبتي ادري كان الحين جاي بجيب اكل وي. يلا امي ما تقدر تطول لازم ترجع البيت مبكر تنام. يلا يلا الحين جايكم. باي باي عمي باي. انا الدويا مستأنسة طايرة فيك. خلاص إيه هي بتجيبك من مدرسة كل يوم لين ترجع شقلتنا إن شاء الله. هاجر لا نقص على عمرنا اللي بيننا مو شوية. اللي بيننا؟ اللي كان بيننا تقصد. الحين أنت ما تعني لي شيء غير أن أنت عم بيبي وبدور محمد بس. أمانة حلفتك بأغلى شيء عندك نسيتيني؟ مشاعري نستك. اللي كان بداخلي اللي عذبني ليل نهار ويفكر وينك وشنو قاعد تسوي هم نساك. ضاري ابشرك خلاص عديت مرحلتك. انت غلطه بحياتي واتمنى من رب انه ما تكرر. انا جبت مرتي جبتها معاي الكويت وبقول لها كل شيء بحطها قدام الامر الواقع. هذا شيء راجع لك ما يعني لي شيء. قبل كنا نتشارك قراراتنا مع بعض بس الحين انت مسؤول عن قرارك. حاجة انا بتقدم لك بخطبك خلاص. منو قال لك ان انا راح اوافق؟ هذا شيء انتهى بحياتي والفرصه تجي لك مره واحده يا انك تاخذها يا تخليها. يلا عن اذنك مضطر امشي. لي. الله يعافيك الله يعافيك. مو هذا المطعم اللي جبت منه ذاك الليلة يوم اللي افتتحت مكتبك؟ ما شاء الله عمتي ترى ما تنسى ما شاء الله ذاكرتك زينة. ما أنسى ما أنسى شلون أنسى ما أنسى. يما ترى ما قلت لك بدل بيفتح مكتب جديد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن الله يرزقك من أوسع أبوابه يا يما يا بدر. الله يحفظك عمتي ويطولنا بعمرك يا رب. بشر عليك شور بدر. أمري عمتي. بنتكم كبرت يبي لها أخو أخت حس ياهل في البيت ولا إيش رايك؟ إن شاء الله عمتي كل شيء بأمر الله. والنعم بالله يا بدر. الريال ما له إلا بيته وعياله ومرته والمرأة نفس الشيء ما لها إلا ريالها وعيالها وبيتها وسترها. عدل عمتي كلامك كله عدل صادق عمتي. كلي حبيبتي كلي كلي.
شنو انت ما قلتي حق امك على موضوع الحمام؟ ما قلت لها. ليش؟ ما ادري. تو الناس ماني مستعيله. انا شايف انه ما له داعي انك تخشين الموضوع هذا. شايف؟ تتشوف؟ زين. اذا شفت مره ثانيه قول لي عشان اقول لهم. يا هال احنا. يا هال. يا اهل انتي. خلصيني قولي لي شناوي عليه. شناوي عليه؟ رأي لي وماني ضامنته. إذا ضمنته هذيك الحزة أقول لهم. لا والله. ولنفرض هذا رأي ليش ما ضمنتي؟ وقدم لك فروض الولاء والطاعة وحط لك الشمس بيد والقمر بيد اللي ببطنك هذا شو تسوي فيه؟ تبرعي فيه؟ لا. بس أنا ما أبي أحد يأثر على قراراتي. لا أهل ولا غيره. لكن أنت لو فكرت تسوي هالطول. إيش بتسوين؟ عارف قصدي وتدري ايش بسوي. وانا قاعد احاكيك. لا تصرخ. هذه اخر مره ترفع ايدك وصوتك ببيتي. تحترم البيت اللي انت فيه. احنا متفقين وبنتي نايمه. الو الو، يعطيك العافيه. بدور شلونك؟ هلا والله تمام. منو معي؟ امنا معك. فاضيه كلمك شوي؟ اي فاضيه. تفضل خالتي. بغيتك بموضوع ضروري ولازم اشوفك. اي اوكي مو مشكله. بس وين؟ اي اوكي اوكي مو مشكله. الحين جايت لك. اي مع السلامه. ما أدري. إيه يعني؟ إيه؟ جايتك من السالفة من الآخر. بنتي وريلها وأختك هذيلي الثلاثة سالفتهم لازم تنتهي. هقولت إنك تدرين سالفة أختك وريل بنتي. صراحة إيه أنا أدري. خوش عيل نتكلم بكل صراحة. جيتك أنتي وكلمتك بالموضوع. ما رحت كلمت أمك بالسالفة لأن ما بيها تكبر. لا يكون ببالك ان انا راضيه على اللي قاعد يصير. علاقه بدر وبيبي كان المفروض من زمان تنتهي. وانا ترى ما يرضيني اشوف اختي قاعد تهدم بيت وتشتت اسره. كلش مو قاعد يرضيني صدقيني. يعني انت تدرين ان للحين العلاقه بيناتهم مستمره؟ خالتي انا ما عندي اي دليل ولا شيء يثبت، وهي اصلا ما قالت لي اي شيء، بس كل اللي اعرفه ان هي كانت على علاقه فيه. هاي روحي قولي لها خت تبتعد عنها وتنسى. لأن أنا ما راح أرضى إنه ينهدم بيت بنتي ولا راح أسكت. أنا ابنك. أنا ما جاي أراضيك أنت يا بارم. أنا جاي أقول لك موضوع وش. زين دق علي أفضل. الموضوع ما يتأجل. لحقي على ريلك، إذا ما رجعتي له راح يرجع لها. زين دش داخل خلينا نسولف. لا ما له داعي. أنا جاي أقول كلمتين وبمشي بس. Thank you.
والحل يعني ما عندي حلول، الحل عندك انتي. تدرين زعلك ما اقدر علي، دام شاري خاطري كمل جميلك واشترني كلي، تزوجني واثبت لي انك تبيني. الو، منو معاه؟ يا هلا وغلا، يا هلا بعد عمري انتي. وينك هيبه؟ وينك؟ وين من خش انتي؟ موجود انا بالشغل. سمعي، فيش كافيه؟ ايه، وين صاير الكافيه؟ تزين لوكيشن الحين، اعطيك رقمي الجديد، سجلي عندك. كل ما بعدتي عنه كل ما اعطيتي فرصه يفكر ببيبي ويرجع لها. انا ما انكر ان طلال يحبك وبداك عليها، لكن همي هي ام بنته، وكل ما راح يشوفها كل ما راح يحن لها. زواجنا مو مكتوب للي يستمر، افهم. ليش؟ عشان الله ما كتب ان العيال يعيشون؟ بس خلاص انكسرتي؟ ما بتعطين زواجكم ولا فرصة؟ كسرتي اللي ينبني على الغلط ينتهي على الغلط. بالعكس، أنا ما أشوف زواجك أنت وطلال في غلط. أنت تحبينه وهو يحبك، وأصلا بيبي ما تدري عنكم، وكنا بحياتها في واحد. شلون يعني واحد؟ إذا ما خاب ظني بيبي تحب، والريال اللي تحبه بينها وبينه زواج ملعب. انت ما قلت لي ليش تبي نرد انا واخوك مع بعض؟ فهد ايش وراك؟ مين خالي؟ اكيد ماني خالي. الله يسلمك، انا بتزوج، واللي ابيها عشان اقدر اخذها لازم اختها وريلك ما يقربون يم بعض ولا يفكرون يرجعون حق بعض. وعشان تكونين من نصيبي لازم المشاكل اللي بين هالاثنين ما توقف بطريقنا. بدور؟ انت قصدك تبي بدور؟ ويلا السلام. اخباري، من يقرا جرايد الحين؟ انا. عندك مانع؟ لا ما عندي مانع، بس ترى وين حتيجي انت الحين؟ ما في احد يقرا جرايد. والله بعرف. كيف حالي؟ طمنيني عنك. زينه الحمد لله. الو، هلا بدور. أنا بالدوام بالمدرسة. ليش؟ إيش فيك؟ إيش صاير؟ لا تخرعيني. أبوي في شيء؟ أمي فيها شيء؟ عمي في شيء؟ إيش فيك؟ خبصتيني. يلا تعالي انطرج. وينك أنت؟ ما بتسأل علينا؟ ما بتطمن علينا؟ معقول؟ بعد شو أسوي؟ هذا ظروف. ظروف؟ مو أنا كيفك. تمام. الكتكوت الصغيرة شلونها؟ ندويا سميتك، كل ما تكبر تحلى طالعة على ابوها. يا عيارتك، مو هيك بتقولوا؟ طمنيني خالتي شلونها؟ خالتك؟ والله ناويت لك شو نية؟ نية سودا. والله
معقول انت لا بتسأل لا بتقول كيفك لا بتقول شو اخبارك ما بتسأل عليها بالمرة؟ لك انت ابن اختها الوحيد. اخاف ادق عليها اخاف. اخر مرة قالت لي لك روح الله لا يوفقك. شلون تبين ادق عليها الحين والله؟ بتصدق شيء؟ والله اذا امي وامك قعدوا مع بعض غير الله ما بفكك. والله ادري ما هذا اللي يردني ادق عليها اخاف احصل لي زفة بعد ما اعرف شلون اتعامل معها ما اعرف شلون اتكلمها اصلا. طب هلا انت قل لي كيفك؟ تمام يعني حياتي صايرة شغل نادي بيت حنت منى الله لا يوريك. حنت منى؟ حنت منى يعني هلا نق وسق منى هو اللي خلاك تدور على وحده ثانيه ما هيك؟ لا بس شوف انا بيبي شايفتها مظلومه حرام بتستاهل مظلومه شلون عرفت صح؟ على فكرة بيبي مراجعة عندي كانت عم تعاني من حالة اكتئاب كتير قوية خوف وبكي وكآبة مسكينة كل هذا صار فيها بعد ما انفصلت بس بتعرف مين الشخص الوحيد اللي طلعها من هالحالة هاي؟ مرتك منى طبعاً أكيد أنت بتعرف إنه هن الرفقات ما هيك؟ لا وحديدك من الشعر بيت كمان أنا بعرف كل القصة من وقت ما شافتك بالشالة لوقت ما انت رحت لعندها على البيت وساويت لها الديكور تبعه لوقت ما صار بينكم حب وغرام وعشق وهيام وافلام تعرف شيء انا كل شيء فهمته بهي الدنيا بس في شيء وحيد لا لي فهمانته ولا لي ملاقي مبرر له انت بدر اللي كل العالم تشهد باخلاقك باحترامك لبيتك بحبك لمرتك بسمعتك الطيبة انت يطلع منك هيك معقول؟ بيبي لازم تهدينا لازم تهدينا ترى سالفة راح تكبر امها درت انت شنو ناطرة توصل سالفة حق امي؟ امي توصلها حق ابوي يا بعد عمري لو يدري محمد بعد ايش راح يصير بيبي تكفين؟ تكفين؟ خلاص قلت لي عندك لا تسوي لي فيها باردة ومهامج ترى هذه فضيحة انت تدري شنو قدرك عندنا؟ انت اخذنا العودة لما نطالعك نطالع فوق نرفع راسنا فوق لا تخلينا باكر ننزل راسنا بالقاع انت ايش فيك قلبتي يا دراما؟ دراما مو دراما رضينا ما رضينا احنا فيها انت دخلتينا بشرباكة بيبي ما فكرتي فيني؟ مستقبلي ترى هذه سمعة وراي زواج وراي مستقبل زين فكري ببنتك بنتك ما فكرتي فيها تدرين لو يدري ابوها ايش راح يصير راح ياخذها منك ويجرجرك بالمحاكم اصعب من ما انت متخيله شنو اللي صعب وين الصعب بالموضوع واحد حبيتي وحبك لا فيه لنا مضرة حقنا كلنا ليش ما تهدينا؟ هدي ما أقدر أحبه بدون أحبه كل شي فيني يحبه عقلي قلبي كلي ربي انتوا ليش ما تحسون؟ ليش ما تحسون فيني؟ خلاص خلاص كيفك بس فكري بكلامي عدل